حول الموضوع معنا من جدة الدكتورة رويدة إدريس استشارية تغذية. دكتورة مساء الخير، أهلا بك معنا. الأطعمة الغنية بالألياف إذن تحد أو تقلل من أعراض السكري من النوع الثاني وهي مفيدة لمرضى السكري، رأيك في هذه الدراسة واستنادا على ماذا؟ أهلا بك عزيزتي. طبعا بالنسبة للألياف دائما أصلا إحنا بننصح فيها لمرضى السكري لعدة أسباب، أهمها إنها بتساعد على إنها تحسسه بالشبع فترة أطول، وإنه مدخل الوزن يزيد، وآخر الدراسات زي ما حضرتك ذكرتي إنها بتساعد على إنها تحفز البكتيريا المفيدة في الجسم. إحنا متعودين على إنه البكتيريا المفيدة ناخذها من البروبيوتيك اللي موجود في الألبان يعني في الخمائر الحية، لكن طبعا الدراسات أثبتت وجودها في الألياف الموجودة في البقوليات أو الحبة الكامل. وهذه دراسة انعملت على مجموعة من الأشخاص كانوا ما ياخذوا نسبة عالية من الألياف، لأنه إحنا المتوسط حق الألياف اللي بنتناوله في اليوم بحدود 15 جرام، وإحنا مفروض ناخذ 30 جرام، فصاروا يدوهم نسبة ألياف 21 جرام في اليوم لفترة شهر، ورجعوا عملوا لهم تحاليل للبراز، لقيوا انه نسبة الالتهابات او المشاكل الهضمية الموجودة عندهم قلت بشكل ملحوظ. طبعا هذه النسبة 21 جرام من الألياف بشكل يومي، ما الأغذية التي يمكن ان تعطينا هذه الألياف؟ طبعا مفروض انه احنا ناخذ الرز، اذا كان الارز ناخده من الارز الاسمر، بس بما انه اقتصاديا فصعب استخدامه بشكل واسع، فممكن اننا ناخذ البرغل او الفريك او الجريش لانه كامل بالحب، او مثلا زي الكنوة برضو ممكن اننا ندخلها على وجباتنا وعلى السلطة. الشوفان اختيار النوع اللي هو الحبة الكاملة اللي ما يكون مصنع بيساعد على انه يرفع نسبة الالياف اللي بناكلها. نعم. بالاضافة للخضروات والفواكه نحاول ناكلها بقشرها لانه نسبة الالياف بتكون اعلى فيها، وما نحاول انه نعصرها او نصفيها لانه هذا كله بيقلل من نسبة الالياف اللي موجودة في الفواكه والخضروات. نعم، طيب بالنسبة لمرضى السكري الذين ربما لا يستطيعون متابعة هذا النظام الغذائي بشكل صحي او بشكل سليم 100%، كيف يمكنهم ربما خلق نوع من التوازن أو إدخال بعض الأغذية المفيدة لهم بشكل تدريجي حتى؟ أهم شيء يعني زي جينا لو جينا قلنا على زي ما قلت لك الشوفان الحبة الكامل، ممكن إننا نضيف ملعقة من الشوفان بعد ما إحنا نطبخ الرز، نقدر نضيف ملعقة أو ملعقتين من الشوفان نقلبها مع الرز، إنه الغالب يستخدم الرز الأبيض، فإحنا لو أضفنا لها الشوفان الحبة الكامل هنرفع قيمتها الغذائية من الألياف. السلطة حقتنا لو أضفنا لها البذور اللي بتكون غنية بالألياف زي الكنوة بمقدار ملعقتين، أو أضفنا لها الشوفان أيضا، فهذا حيخلي نسبة الألياف ترتفع. حتى في حلوياتنا لما نعمل الكيك نعمل كيك بالدقيق بس نضيف أيضا كمية من الشوفان. نعم. في الحلى في المنزل هذا كله بيساعد على انك ترفعي نسبة الألياف بشكل ملحوظ وبشكل مفيد، بالذات بالنسبة لمريض السكر هياخذ كمية أقل وحيشبع فترة أطول. طيب ماذا بالنسبة للمحليات أو السويتنرز اللي بيستخدمها مرضى السكري؟ يعني هناك بعض الدراسات قالت بأنها تعادل السكر ودراسات أخرى قالت بأنها مفيدة، يعني ما الصحيح؟ هو المشكلة إنه هم لما بيحسوا بأمان إنه هذا مكتوب إنه لو كالوريز أو إنه نسبة التحلية فيه بتكون أعلى بكثير من السكر العادي، بيقوموا ياخذوا أكثر من اللي لازم ياخذوه. يعني زي لما أقول لك الشوكولاتة هذه دايت تفكر إنك تقدري تاخذي الباكت كله، لا، أنت الشوكولاتة دي دايت أيوه، لكن فيها مثلا بتكون مصنعة بشكل أكبر، فيها دهون مهدرجة، فحيكون في منها ضرر لو أنا أكلتها بشكل أكثر، وأنا أحس بأمان إني أكلها يعني كمية أكبر لمجرد إنها دايت. طيب عشان كذا أنا عندي أخذ سكريات طبيعية، ودحين موجود سكر التمر يعتبر من السكريات اللي ممتاز إنه يحلي فيها وحلاها يعني حلاها مرة كثير، بس فحيتناول كمية أقل. طيب يعني دكتورة إذا ما تحدثنا عن الصحن الغذائي السليم لمريض السكري، صحن به كل المكملات الغذائية الصحية السليمة لمريض السكري من النوع الثاني، على ماذا يجب أن يتوفر؟ أنت تخيل الصحن مقسم لأربع أقسام،
هيكون قسم للربع قسم للبروتين ربع قسم للنشويات اللي هي رز مكرونة جريش أي شيء من النشويات، والنصف الآخر يعني الربعين الآخرين هتكون للخضروات، هيكون جزء منها خضروات مطهية وجزء منها خضروات طازجة اللي هي بصورة سلطة. لما نقول سلطة يعني سلطة خضراء يكون فيها أقل شيء من 3 إلى 5 أنواع من الخضروات محطوطة فيها، ونحاول نخليها ملونة قدر الإمكان، وإضافة الحبوب زي حبوب الشيا أو بذر الكتان أو الكنوة أو الشوفان تساعد على رفع قيمتها الغذائية. أشكرك جزيلا على هذه المداخلة معنا دكتورة رويدة إدريس استشارية التغذية، كنت معنا عبر الهاتف من جدة، شكرا جزيلا لك.